الأجوبة على الرسائل، ولأن نحاول نرد على الإيميلز تبعينكم والأجوبة بالاستفسارات. محمد أبو هزيم بعت لنا كارد كثير حلو، شكرا لك يا محمد. وكمان عامر البياتي بعت لنا إيكارد كمان كثير حلو، شكرا لك يا عامر. بالنسبة لنضال أبو سمارة، نضال أبو سمرة بيسألنا عن موضوع الفلاش. موضوع الفلاش عبارة عن برنامج هو اسمه ماكرو ميديا فلاش، بدل الواحد من خلاله يقدر يصير يقدر يلعب بمالتي ميديا انيميشنز على الانترنت. كيف واحد بيقدر يحطه على البرنامج التصميم تبعه؟ احسن شيء واحد يكون مستخدم ماكرو ميديا دريم ويفر، اللي هو كثير سهل واحد من خلاله يقدر يضيف برامج فلاش، برامج الفلاش، فهو برنامج ماكرو ميديا دريم ويفر. عامر سليمان كمان بعث لنا ايميل بقول لنا شكرا على البرنامج، وهو بحب انه يكون صديق للبرنامج. عامر بما انك انت بعث لنا ايميل وكمان تسجل بالسايت تبعنا، تصير ممبر بالسايت agtv.com، فاذا انت اوتوماتيكيا بتصير صديق للبرنامج. شكرا لك يا عامر. ونسرين الكردي كمان بتقول لنا شكرا على الويب بيج تبعت agtv، وعم تسال انه كيف الواحد بيقدر يعمل له ويب بيج واي سايت بدخل عليه. بتقدر تدخلي على geocities.com او على freeservers.com يا نسرين، وشكرا لك على الايميل. اما بالنسبه لمحمد فائق صوافطه بيسالنا عن موضوع الام بي 3s. ام بي 3 عباره عن اللي في الملفات الموجوده على الكمبيوتر، الواحد مستطاعته من خلال يقدر يشوف ويسمع موسيقى. طبعا المستوى الموسيقى والكواليتي والجوده اللي بيقدر الواحد ياخذها من الام بي 3s جوده عاليه جدا بتكون. برامج واحد بيقدر يستعملها الريل بلاير، الويندوز ميديا بلاير، وفي عندنا كمان ميوزك ماتش، وفي كمان كثير برامج بقدر واحد من خلال يقدر يسمع ام بي 3 على الانترنت، يعمل داونلود لملفات من الانترنت ل اللي هو اكستنشن اللي هو اسم الملف دوت ام بي 3. فادي عوامري كمان بعث لنا ايميل، فادي بيسالنا انه امتى بيقدر يشارك بالمسابقه تبعت البرنامج. فادي باي يوم بعد ما تشوف البرنامج بتقدر تشترك بالمسابقه وتدخل معنا بالسحب. وطبعا فادي كل ما سبقت اكثر بتكون فرصتك احسن بالاشتراك. وبقول لنا شكرا على البرنامج كمان، شكرا لك يا فادي. عبد المنعم ابو هزيم بعث لنا ايميل بيسالنا انه اول شيء بيطلب زياده وقت البرنامج، وبقولنا عبد المنعم انه البرنامج لازم يكون على الهواء. عبد المنعم هذا البرنامج بالذات انه فيه انترنت وفيه كمبيوترز وفيه كثير شغلات، صعب شوي انه يكون على الهواء، لكن لقدام ممكن انه نعمل برنامج على الهواء. يعني عم بيسالنا عن سايت على المكتبات، بتقدر تدخل على yahoo.com، بتقدر تدخل على اللايبريريز وتنقي اي نوع من انواع المكتبات اللي انت بدك اياها. وبيسالنا كمان سؤال عبد المنعم انه كيف بيقدر يبعث الايميل لشخصين عن طريق السي سي. بتكتب الايميل وبتحط كوما وبتكتب وراه دغري الايميل الثاني، هيك بتقدر تبعث الايميل لاكثر من شخص على السي سي. وطبعا في البي بي سي اللي هي البي سي سي اللي هي بلايند كاربون كوبي، اللي هي بتقدر تبعث لحدا، الناس الثانيين اللي بعت لهم ما بيقدروا يشوفوا لمين بعثت الايميل لناس ثانيين. في عندنا كمان سلوى الطريفي بعد تسالنا عن موضوع الاس اس ال. طبعا في كمان مصطلحات مختلفه، بس اللي هو اس اس ال هو ركزت عليه، وهو المصطلح يمكن الوحيد اللي الامل بيجي بالغي اللي ببعث لك هالبلك ميل هذا وتخبره انه انت بتعمل انسبسكريبشن لطبيعه الايميل اللي عم بيجيك من خلال هدول المؤسسه هاي كلياتها. في عندنا كمان علي الفاعوري بحكي لنا انه هو مش قادر يستوعب طبيعه تسارعنا احنا في البرنامج تبعنا، وفي عنده مشكله في انه يقدر يستوعب الموضوع هذا. علي بتصور احسن شيء انه نحكي انه فعلا تابع الفقرات اللي هي في مبادئ الكمبيوتر، وان شاء الله رح نحاول كمان نقدر احنا نرتب انه زي نوزع بروشورز توضح انه كيف واحد بده يبدا يستخدم الكمبيوتر بشكل عام. هيك وقتها بتصور احنا غطينا يمكن معظم الايميلز اللي وصلنا والاسئله والاقتراحات.